السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. أنا يعني من الأوائل داجي، واليوم مع وضعية المشيئة حول الطوارئ ومظل أمتدت السنة الرابعة والثالثة متوسط. نبدأ. كتابة وضعية المشي حول فوائد ومضار الإنترنت. تعتبر الإنترنت شبكة عالمية أصبحت تسيطر على شبكة المعلومات في أنحاء العالم، كما أصبح استخدامها ضرورة لا مفر منها، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي وصل إلى العالم اليوم. فما هي فوائده وما هي مضاره؟ عند ذكر فوائد الإنترنت، فأول ما يتبادر إلى الذهن قدرة نشر العلم النافع واتباع الأخلاق الحسنة والسهولة في الاتصال بعلماء الدين لأخذ الفتوى ونشر الدين الإسلام في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة الكبيرة في إعداد أبحاث هامة وعلمية وقراءتها والإعلان عن موعد محاضرات العلماء ومتابعتها. التعرف على الأحداث والتقارير والإحصائيات والدراسات بمختلف المجالات. أما أضرار الإنترنت، فتتمثل في إهدار الوقت وتعرف سيئة التشكيل في العقائد ونشر الفساد والكفر والإلحاد، إهمال بالعبادات والصلاة، تعود على الكسل والأمور التدريب في المستوى التعليمي والوجود في المواقع الأخلاقية، تجسس في المواقع اللا أخلاقية، التجسس على أسرار الشخص، أسرار شخصية الآخرين، نشر عنصرية، تعرض رواد لعمليات منصبة، والتهديد والابتزاز والاحتوائه على قصص حب وهمية وضد أفكار خيالية مع أشخاص مجهولين الهوية والإدمان له حسب تقارير لجمعية الطب النفسي الأمريكي، حيث إن كل شيء سلاح ذو حدين، إذا يمكن مساعدة الأشخاص في تحسين حياتهم أو تدميرها. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.